استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا الاسبق ورئيس آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان وجنوب السودان، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد مبيكي إلى القاهرة، مؤكدا الأولوية التي توليها مصر خاصة خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لمعالجة مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة من خلال تطوير بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل متكامل عن طريق تعزيز الدبلوماسية الوقائية وآليات الإنذار المبكر والوساطة على مستوى الاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، بالإضافة إلى دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية وبناء المؤسسات الوطنية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود الجارية التي تقوم بها مصر في هذا الإطار لدعم استعادة الأمن والاستقرار في عدد من الدول الإفريقية الشقيقة. السيد الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي توليها مصر لدعم الاستقرار والسلام في السودان في ضوء العلاقات الأزلية التي تربط بين البلدين، منوها سيادته إلى الجهود المصرية في هذا الإطار. من ناحية أخرى، مساندة مصر لمختلف الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تضافر الجهود لدعم تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، وذلك باعتباره يمثل مرجعية أساسية في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، ومستعرضا الجهود والمساعدات المصرية في هذا الصدد لأشقائنا الجنوبيين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ايرون مايك اوكواي رئيس برلمان جمهورية غانا، وذلك بحضور السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. رئيس برلمان جمهورية غانا اكد سعادته بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء السيد الرئيس، ونقل لسيادته تحيات الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو ودعوته للسيد الرئيس لزيارة غانا في اقرب فرصة. واكد رئيس البرلمان الغاني ما تحظى به مصر من تقدير واحترام لدى الشعب الغاني وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة، ومشيرا إلى محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في القارة الإفريقية وفي ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، ومعربا في هذا الإطار عن حرص غانا على دفع علاقتها بمصر وتعزيز التعاون معها في شتى المجالات. كما أكد السيد الرئيس تقدير مصر لما حققته غانا من نموذج للاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي، ومشيرا إلى الحرص على مساندة جهود غانا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلا عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية غانا.